نبدأ بمداخلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن زيدان، هو أستاذ جامعي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس، من مواليد مدينة مكناس، ناقد مسرحي وأكاديمي كبير، وهو واحد من أعلام التنظير في قضايا المسرح العربي، أيضا واحد من كبار من كتبوا للمسرح في وطننا العربي. ترأس عدة لجان التحكيم في عدد من المهرجانات المسرحية الوطنية والعربية. في رأيه المسرح الذي لا يعترف بالقيم لا يمكن أن يكون مسرحا. أشرف في الجامعة العديد من أطارح الماستر والدكتوراه المتعلق موضوعها بالمسرح، كتب مجموعة من المؤلفات حول التجربة المسرحية المغربية والعربية، لعل أولها أسئلة المسرح العربي سنة 1987. كتب سبع مسرحيات، له مجموعة من الدراسات والأبحاث حول المسرح، تمت استضافته من طرف مجموعة من المهرجانات المسرحية العربية والمغربية. من أشهر كتبه التجريب في النقد والدراما، قضايا تنظير المسرح العربي من البداية إلى التأسيس، خطاب تجريب في المسرح العربي، المسرح العراقي رؤية تراجيدية جديدة، مقامات القدس في المسرح العربي الدلالات التاريخية والواقعية، صمت له كلامه مونودراما، معنى رؤية في المسرح. للأستاذ الكريم الدكتور عبد الرحمن بن زيدان الكريم. مساء الخير، سعيد بأن أكون في هذا الحفل الثقافي، وسعيد أيضا بأن أقدم كل التشكرات للمديرية الجهوية على هذه الدعوة الكريمة، وسعيد بأن أكون بين رفقتي مجموعة من الأصدقاء، أصدقاء الدرب والتحدي والمواصلة للعمل الثقافي الإبداعي. عندما وصلني الموضوع وهو موضوع المسرح المغربي بين العرض والطلب، قلت هذا موضوع يغري بالكتابة، لأنه موضوع جديد قديم، جديد لأنه سيطرح قضايا نظرية الترقي، وقديم لأنه سيثير ما كان غامضا في الممارسة النقدية المسرحية المغربية. فكرت في أن أكتب، ولكن سوف لن أغرق في النظريات، لأنه ربما النظريات ستكون مفيدة ولكن ستكون في بعد ظاهر عن الموضوع. لهذا فكرت تفكيرا وظيفيا، وهو أنه سأخصص مداخلتي لتجربتي في النقد من خلال موضوع المسرح بين العرض والتلقي في تجربتي النقدية، لأنني أعتبر نفسي متلقيا للعديد من التجارب سواء كانت مسرحية أو عربية، وأصدرت مجموعة من المصنفات التي تدخل ضمن هذا التلقي، سواء تلقي المسرح المغربي أو تلقي المسرح الجزائري أو التونسي أو المصري أو الخليجي أو العراقي، حتى أن صرت متلقيا متخصصا في كل التجارب المسرحية العربية، لأنني المتلقي الوحيد الذي يتابع ويشاهد ويكتب. مداخلتي موسومة بالمسرح بين العرض والتلقي في تجربتي القرائية. المسرح المغربي بكل تمظهراته المختلفة وبكل حساسياته المتباينة يبقى فعلا ثقافيا منتميا إلى المصادر والمراجع التي تحركه،
ويبقى وثيق الصلة بالعناصر التي تحرك عمليات تجويد كل عرض بما يليق بالتجديد ويليق بتفعيل الخبرات والمهارات الداعمة للمنطلقات والغايات التي تتحرك في تاريخ هذا المسرح بالمغاير والمختلف. هذا المسرح بحركيته الظاهرة وبحيويته العميقة المتجلية في مغايره ومختلفه يبقى فعلا ثقافيا يجوب آفاق جديدة يكون بها مسيره المتنامي في أزمنة الفرجة المسرحية التي تثير أسئلة نقدية حول شكلها وحول ما تنتجه بنياتها وخصوصياتها التي تراهن على التميز وتطمح إلى تجاوز الكائن بحثا عن الممكن بإبداع يتجدد بإكراهات السياقات ويتحول بضرورة الظرفيات ويتغير بتأثير المنطلقات التي تتوحد في السير بهذا المسرح نحو الإفصاح بدلالاته بدلالات تنطق بها رموز وغموض ولبس ووضوح رؤية الفرجة المسرحية المغربية. في مدارات هذه الحركية وفي سيرورة هذا التحول الذي يعرفه المسرح المغربي يكون اشتغال فعل التلقي وتكون كل المقاربات النقدية حول مسيرته نوعا من الإفصاح عن قراءات لها مرجعيتها ولها أجهزتها المفاهيمية المكونة لمنظوماتها في القراءة وهي تعمل على تتبع آليات اشتغال هذا المسرح في كتابة النص المسرحي مع مؤلفين خبروا الكتابة النصية التجريبية لتكوين مشروعهم ومشروع المتن الذي سيتحول إلى عرض مسرحي أو كتابة نص عرض سيصير مركز اشتغال المسرح المغربي وسيصير مدار الفكر في تكوين تاريخه في الآن نفسه يصير يمثل بمكوناته الفنية وبعلاماته عاملا قويا على تغيير مستويات تقبله. في هذه الحركية تبرز تجارب في الكتابة النصية التي هي نص المؤلف وتظهر في الإخراج المسرحي بتجارب مخرجين كثر يؤكدون حضورهم أدبيا وفنيا فيصبحون مركزا ينتج تجاربه ويصيرون مدارا يفعل مدارات التجريب المسرحي ويفعل حضوره بالبحث عن أدوات أو الأدوات التي تسعف تجربته على اكتساب قوة البقاء وقوة الاستمرار والتغير دون التفريط في ثوابت ومكونات العملية المسرحية التي تدخل في عملية ترسيخ التجربة في ذاكرة التلقي المسرحي فتنطرح العديد من الأسئلة حول فعل التلقي سواء تعلق الأمر باللغة الدرامية أو تعلق الأمر بكيفية توظيف الثقافة المكتسبة من المغرب أو من التفاعل مع فعل مشاهدة العروض المسرحية العربية والغربية لكتابة هذا الجديد أو لتعديل ما يمكن تعديله. من خلال الاشتغال على موضوع المسرح العربي بعامة والمغربي بخاصة يكون فعل الإصرار على اكتساب المعرفة مشروطا عندي بالوعي المنهجي أولا، ثانيا امتلاك المعرفة المتواترة بكل ما يتجدد في عالم المسرح من نظريات حول النقد والإخراج وفنون العرض، ثالثا القدرة على التحرر من كل انغلاقية في المنهج وصلابته العمياء المغلقة التي لا أريدها أن تكون فوق الفعل فعل التلقي وهي تسعى وتتلمس محاولة ضبط فعل التلقي بما هو جاهز ومعد وحاضر. المسرح بعد تلقي أي تجربة من تجاربه إلا ويكون
بكل المواصفات نصاً قد تأهب قبل تقديمه كي يقول قوله بما كونه من عناصر ويعرض صوره ويقدم رموزه بعد أن تكون قد تناسجت كلها مع كل مكونات العرض في جامع الفرجة لأنها تنتمي قبل إدماجها كلها في زمن التلقي لأن هناك الذين يختفون في إنجاز العرض أولهم المؤلف والمخرج والسينوغراف ومصمم الرقصات وواضع النص الموسيقي ومصمم الأزياء وكل من له علاقة بالوسائط الفنية الأخرى ذات الفعالية الخاصة في القبض على جمالية العرض وشعريته اللافتة الكل يتوارى زمن العرض ليبقى تجلي هذا العرض محكوما بالحضور الفيزيقي للممثلين منفذي برنامج العرض المرئي والمنطوق باللغة أو بالحركة وفق المنهجية الإخراجية التي صنعت الفرجة وهيئتها كي تكون عالما سحريا مدهشا يحفز فعل التلقي على الانفصال أو الاندماج مع جمالية ما هو جميل معه جميل في العرض وما هو مثير وما هو جري وكثيرة هي العروض المسرحية المغربية التي حفزتني على مباشرة قراءة تجربتها بعد أن أقنعتني جماليتها الآسرة بالخوض في تحريك فعل التلقي كي أنتج الخطاب العارف بكل المرجعيات التي أسست دهشة العرض فعل التلقي في تجربة قراءة متعددة للتجارب المسرحية المغربية تختلف من تجربة إلى تجربة وتختلف من سياق عرض مسرحي إلى مساق فرجة مسرحية أخرى وهذا الاختلاف في التلقي هو نتيجة حتمية لاختلاف التجارب في مستويات تكوينها وإنتاجاتها التي تكون هي مساعدتي على فهم مكوناتها وتكون هي معيني على الاقتراب من غموضها أو وضوحها لأنها بعد تلقيها بعد أن تسلم لي مفاتيح قراءتها تضعني أمام كل الإضاءات الممكنة التي ترسم لي طريق الاقتراب من حيويتها فيصير المنهج مع هذه المفاتيح إجراء ذا فعالية يساعد على توليد معنى العرض من معانيه الظاهرة والمضمرة مفاتيح تمنح لي فعل التلقي إمكانية تحويل التلقي المسرحي إلى إبداع على إبداع يتوحدان كلاهما في الحوار بين نص العرض وبين نص القراءة في فعل التلقي وعندما أستحضر كل أزمنة تلقي التجارب المسرحية في تجارب النقدية بكل ثرائها الدلالي وبكل غناها الرمزي وبكل إيحاءاتها المعلنة وبكل إشاراتها وعلاماتها المخفية أجد أن ثقافة التلقي عندي تبقى سليلة المعرفة التي لا يمكن إنكار دورها في تسهيل عملية التلقي التي تختلف من تجربة إلى تجربة من فرجة إلى فرجة ويكفي الإقرار هنا بأن المناهج القديمة ومناهج النقد الجديد كانت بوصلتي التي تقودني إلى تأثير كل خطابات التلقي بما يليق بخصوصية كل نص مسرحي أو عرض مسرحي وهو ما يمكن تبيانه في المصنفات التي سأشير إليها وهي التي تكتب تاريخ وخاصية تلقيها حسب المنهج أو المناهج التي تبقى مساعدة لي على توليد خطاب التلقي تعلمت من ممارسة النقد وتعلمت من الكتاب عن التجارب المسرحية أن فعل التلقي معرفة تكونها عندي أسناد عديدة أهمها السند المعرفي الخاص بالفلسفة وبنظريات الدراما وبالمسرح من أرسطو إلى الآن وهو ما أعتبره الفاعل الحقيقي في إكساب كل معرفة دقيقة بالمدارس والمذاهب الأدبية الكبرى في العالم ثم نظرية النقد المسرحي
ونظريات الإخراج بكل ما يتوفر عليه من مفاهيم ومصطلحات ومنظومات تشكل نظرية المتولدة من عمق فلسفي وتجريبي وجدل بين المذاهب الأدبية والفنية. أضفت لهذا نظريات النقد الجديد ونظريات التلقي التي بدأت تحتفي بآليات أخرى تقوم على ضبط التفاعل القائم بين القارئ الذي يقوم بعملية القراءة والنص، أي النص والقارئ والتفاعل بينهما، وهو الذي يؤدي إلى إنتاج المعنى. هذا التعلم المتواتر، كلما عشت أزمنة تلقي المسرح ومشاهدة تجاربه إلا ويكون هذا الفعل حريصا على أن يكون معرفة تفهم، وأن يكون معرفة تعرف كيف تقرأ، وتعرف كيف تؤول، وتعرف كيف تفكك ببنيات مسدودة على غموضها، يمكن أن تساعد على الفهم بعد الغوص في أعماقها الدلالية كي أصل إلى إدراك ما تضمره البنيات العميقة في مواقف ورؤية العالم. هذا التعلم المتواتر في كسب المعرفة كسند للقراءة مع النتاجات المسرحية هو ما وزع عندي فعل التلقي بين منحيين اثنين قد يتناقضان أحياناً وقد يكونان وحدة تتوحد في ممارسة تلقي المسرح، وأقصد هنا المنح الذي يحتفي بالسياقات التي تدخل في تكوين الإنتاج المسرحي، فيكون المعامل الاجتماعي والتاريخي والنفسي والسياسي محرك لفعل التلقي، وغالباً ما كان الوقوف على مضمون الفرجات وقراءة النصوص المسرحية هو الأهم عندي دون الانتباه إلى ما صار عندي بعد ذلك في المنحة الثاني، وهو الاهتمام بالتلقي الذي يعود إلى المكونات التي تدخل في التكوين النصي داخل النص، وهو ما أعتبره عودة مقبولة إجرائيا في القراءة، لأنها تعطي الأهمية إلى شعرية تركيب واشتغال النص داخليا، لأن حياته في داخله، وأن من يدرك جمالية هذا التركيب فهذا يعني أنه بناء داخلي مؤهل يساعد التلقي كي يشارك على تبيان شعرية هذا التركيب بين المتفاعلين في النص. من قراءة مضامين النصوص بحثاً عن قضية أو قضايا التزم بها المؤلف الذي عبر درامياً عنها، سيكون هذا الانتماء يوجه المتلقي ووجهني كي أعتمد على قراءة المضمون، قراءة المضامين، قراءة ما يقوله المضمون، ولا أعتمد هنا في هذا المنحة على الاهتمام بما يكون النص دلاليا وبنيويا إذن شكرا للأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن زيدان على هذه المداخلة التي هي عبارة عن قراءة ممتعة عميقة وعبارة عن أرضية لموضوع هذه الموضوع المسرح المغربي بين العبد والتلقي. شكرا لك أستاذ، شكرا جزيلا. الكلمة الآن للفنان الدكتور مسلم الضعيف، وهو كاتب ومخرج مسرحي من الوجوه الفنية المتميزة والمتألقة التي تقدم فرجة مسرحية متمكنة من خطابها، رئيس فرقة مسرح الشامات، مدير المركز الثقافي المنوني بمدينة مكناس، يضع نفسه دائما في محك مع الخشبة المسرحية، يرى أن الإبداع المسرحي أسلوب حياة، مؤسس ملتقى مكناس للكتابة المسرحية ودوري مسرح الأحياء بنفس المدينة، له عدة مسرحيات نذكر منها الخادمات، راس الحانوت، متكلين، الكمانجة، ريع نبيح، العوادة، كل شيء في أبي، الماتش، ثلاثة بركة، ومسرحيات أخرى. له عدة مشاركات في مهرجانات مسرحية مغربية وعربية وإفريقية، كما استضافته
عدة قنوات إذاعية وبرامج تلفزية للحادثة عن جريمته المسرحية للأستاذ الدكتور أسلام الضعيف الكلمة. شكرا سيد رئيس الجلسة، شكرا للزملاء القائمين على تنظيم هذا المعرض الذي يحتفي بالقراءة، زملاء في المديريتين الجهوية والإقليمية وكل الشركاء الذين يحتفون بالمعرض وبالقراءة في قلب مدينة مكياس. في البداية اسمحوا لي أن أوجه تحية خاصة وهي شخصية لرجل علمني في الابتدائي ودرسني اللغة العربية وعلمني الشغف بهذه اللغة وأسرارها. قم للمعلم وحيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. سي حسني درسني في بالرشد ابتدائي، اسمحوا لي أن أقابله. أجدرنا الكاسين أجدرنا البشقرين. شكرا لهذا الرجل الذي علم اجيالا واجيالا في مدينه مكياس في مدرسه بن رشد. في البدايه اظن ان لن ساتجاوز الجوانب النظريه المتعلقه بالعرض والترقي، سواء جماليه الترقي او بعض النظريات الاخرى، لان مساله الترقي في المسرح ربما تطرح نقاشا خاصا في علاقه المسرح بالجمهور، ودائما هناك أسئلة متعلقة بلمن نتوجه بعروضنا، ما هو الجمهور المستهدف، الجمهور والتذاكر وأشياء من هذا السياق. أظن بأن كمدخل أن جوهر المسرح يختلف عن باقي الفنون الأخرى، فهو مرتبط بالأساس بالبناية، والبناية المسرحية هي لقاء ما بين الجمهور وأصحاب العرض. فعلى مدار التاريخ كانت تحولات للبناية سواء على مستوى المسرح اليوناني او المسرح الايطالي او اشكال اخرى من المسرح، لان البنايه من خلالها هي تتيح معمار او هندسه معماريه تعبر عن لحظه تاريخيه. فعبر هذه الهندسه المعماريه المسرح من خلالها نقرا تراتبيه للمجتمع وللطبقات الاجتماعيه داخل هذه البنايه. كذلك ان مثلا في المسرح اليوناني ان البنايه المسرحيه او هندسه البنايه تتيح إمكانية أن الممثل يسمع صوته. فهناك تجري وكذلك العلاقة الأولى التي كانت ما بين المسرح والجمهور كانت ضد الطبيعة على مستوى لا أقول طبيعة سياسية، ولكن فيها يحضر مفهوم التطهير أو الكاتارسيس، بين آخر أن المسرح في علاقته بالترقي كان هذا جوهر حاضر، جوهر التطهير الذي له أبعاد نفسية ولكن أبعاد سياسية واجتماعية. جوهر المسرح في انه كما عبر عنه غروتوفسكي في انه يحتفي فقط باللقاء الحيوي ما بين الجمهور او المترقي والعرض من خلال لقاء حي ومباشر يحضر فيه الممثل والنص. ومن ثم كان اشتغال غروتوفسكي على هذه المساله بحيث الغى كل الاشياء والغى كل الوسائط وكل التاثيرات في زمن كانت عندما بدا كانت هناك نشور لما يسمى التلفزة. فتجربة غروتوفسكي في أنه في بناية صغيرة في بولونيا في مسرح لا تتعدى مساحته 80 متر، وسمي هذا المسرح بمسرح 13 صف. هذا المسرح الصغير المحدود الإمكانيات الذي اشتغل على جوهر المسرح استطاع أن يؤثر في مسارح العالم. أعود إلى المسرح المغربي، وليس هو سياق سرد تاريخي، ولكن في بتكتيفي فقط ان المسرح المغربي عاش ذوقين او لحظتين. اللحظه اللقاء مع الشرق
بين آخر مع التجارب المسرحية الآتية من مصر والتي كان فيها ذوق لمسرح عربي. وهذا التفاعل مع هذا الذوق المشرقي أعطانا مسرحا نضاليا، مسرحا كان فيه نضال ضد المستعمر، مسرح باللغة العربية، مسرح يستعير شخصيات من التاريخ العربي الإسلامي، كل ذلك لمقاومة المستعمر وللتعبير عن قضايا ذات طبع وطني مغربي. في المقابل كان هناك لقاء أو الذوق الثاني مع الذوق الفرنسي من خلال اللقاء ديال مجموعة من المسرحيين الذين جاءوا في المعمورة وقدموا اقتباسات وفرجات لمولير. وهذا المسرح كان يعتمد على الفرجة المسرحية وعلى استعمال الدارجة وعلى الاقتباس. إذن هذه اللحظتين أو هذا الذوقين أعطانا شكلين من المسرح. مسرح سمي محترفا وكان فيه رواد المسرح مثل العلاج وطيب صديقي وأسماء أوبرا والبداوي، وكان مسرحا مرتبطا بالخصوص في الرباط والدار البيضاء، ومسرحا كان يستفيد من رعاية الدولة عبر مسألة جد مهمة الإشهار التلفزي، وكذلك عبر الدعاية لرموزه من خلال تقديم مسرحياته. وهذا المسرح قد تمكن هذا النوع من المسرح أو هذا لا أقول النوع قد تمكن من الوصول إلى جماهير متعددة وإلى شعب مغربي مختلف حساسياته. وكان يقدم في إطار جولات وتعتمد على بعض الأشكال التواصلية منها البراح مثلا. المسرح الآخر أو الذي كان ليس النقيض ولكن كان في التيار الآخر وكان من خلال جمعيات مسرحية أو ما يسمى في بعض مسرح لوات، وكان هذا المسرح مؤطرا في إطار الجمعيات أو النقابات والأحزاب، وكان يتواصل عبر بعض المغامر الإعلامية منها الجرائد والمجلات مثل المحرر أو البيان، وكان له تواصل مباشر مع الجمهور انطلاقا من الجامعات أو دور الشباب أو النقابات العمالية. هذا المسرح لم يكن يستفيد من رعاية الدولة، ولكن المقابل كان تحت وزارة الشباب، وكان ربما ممنوع من التلفزة. من آخر كان يستفيد من الدعاية والتواصل عبر آلية التلفزة لأنها كانت تلعب دورا مهما وحاسما في التواصل مع الجمهور. ولكن هذا المنع هناك محطة فارقة في هذا التاريخ ويحضر معنا السي الشعبي كان فيها، وهي انطلاقا من برنامج تلفزي كان هناك اللقاء الملكي مع المغفور له الحسن الثاني عبر وكان اللقاء انطلاقا من برنامج تلفزي بوتا على القناة الوطنية الأولى، ومن ثم ستكون محطة هذا الاستقبال الملكي محطة فارقة ما بين مرحلة كان فيها كما قلت مسرح يسمى محترف ومسرح آخر يسمى هاوي. بعد ذلك سيعاد سؤال المسرح والهواية والاحتراف وهذه المفاهيم المتعلقة بالممارسة المسرحية. كما قلت بأن آلية التواصل التي كانت في مرحلة ما نتحدثها كأنها منافس مسرح وهي مفهوم التلفزة، سأتحدث عن سياق عاشه العالم وأن المسرح عاش أسئلته الخاصة في هذا السياق. وطرحت مجموعة من الأسئلة الجوهرية بمجموعة من فنون، ولكن فنون العرض كانت معنية بالأساس، وأعني بذلك محطة أو لحظة انتشار وباء كورونا في العالم. فلحظة كورونا كانت لحظة فارقة ومفصلية في السؤال حول المسرح، لأنه بعد أولا هاد كورونا طرحت مجموعة من الأسئلة على المجتمعات، العلاقة مع الآخر، مفهوم الأسرة، العلاقة مع البيت، مفهوم الفضاء الخارجي والداخلي. ثم كانت هناك الفورة التكنولوجية عبر الوسائط، وإن كان مثلا الناس الكتاب لم يتضرر لأن الناس يقرؤون في منازلهم أو في الحجر الصحي، الفنان التشكيلي يمكن أن يرسم في غرفته، ولكن أن اللحظة الفارقة هو إغلاق المسارح. من ثم طرحت على المسرح هذه الحالة
اللي كانت ربما هي حالة استثنائية في زمن في تاريخ المسرح، وطرحت مجموعة من الأسئلة. فهناك من فكر في البحث عن مسرح عن بعد، أو خلق بديل مسرحي يعوض المسرح، أو المسرح المصور، أو المسرح الذي بدون جمهور، أو المسرح الذي هو يستعير وسائط أخرى. فكل هذه الأشكال أعطت لنا أنها لم تستطع تعطي لنا نموذج المسرحية الحقيقية. فهل هذه الوسائط استطاعت أن تعوض المسرح؟ لا. وجوهر المسرح؟ لا. هذه الوسائط أظن أنها ساهمت في موت منافس للمسرح هو التلفزة. فنحن الآن نعيش عصر موت التلفزة بمعناها الكلاسيكي، وفورة وسائط أخرى، وسائط الآليات للتواصل، فورة تكنولوجية للتواصل. ومن ثم دائما السؤال، لأنه بعد الكورونا وقع للمجتمعات شيء جد مهم، هو آلية النسيان والمحو. وكأن الذاكرة الجماعية للمجتمعات حاولت أن تتخلص من مرحلة الوباء، تتخلص من آثار ما عاشته من حجر خصوصا جسدي، لأن المسرح هو فن جسدي، فن اللقاء المباشر الذي لا يمكن أن تعوضه هذه الوسائط. إذن الذي وقع هو الآن أن حتى المسرحيين الآن ربما نعيش في مرحلة ما بعد المرحلة الأولى، لأنه نحاول أن نستعد في التلقي وفي التواصل. وشكرا على حسن إصغائكم. شكرا للأستاذ الدكتور مسلم ضعيف الذي طرح سؤالا جوهريا لمن نتوجه بعروضنا. يعتبر أن المسرح مرتبط بالبداية والجمهور، المسرح في علاقته بالترقي كان جوهريا وحاضرا. حكى عن تجربة كروتوفسكي في المسرح 16، في نظرية المسرح 10 لحظتين، ثم علاقة المسرح بالوسائل الأخرى ومجموعة من القضايا التي تعرض لها في مداخلته. فشكرا له على هذه المداخلة القيمة. ننتقل بمداخلة أخرى لفنان كبير اسمه عبد الحق الزروالي. عبد الحق الزروالي من مواليد مدينة فاس، هو مؤلف ومخرج ومنتج مسرحي وسينمائي، يعتبر رائدا للمسرح الفردي في المغرب والعالم العربي. هو من اهرامات المونودراما المغربيه والعربيه. فبالاضافه الى نشاطه المسرحي، اشتغل الزروالي في الاعلام المكتوب والمسموع والمرئي، حيث كان محللا بجريده العالم المغربيه، وكتب في عدد من المنابر الاخرى. أعد وقدم عددا من المواهب الثقافية والبرامج الإذاعية الوطنية، لعل أشهرها برنامجه الإذاعي الذي دام عدة سنوات بعنوان إشراقات فكرية، الذي كان يبث قبل منتصف الليل. شارك الزروالي في العديد من العروض المسرحية والتلفزية والسينمائية كممثل وكمشارك في السيناريو في عدد من الأعمال الدرامية التلفزية وفي السينما. أصدر الزروالي عددا من النصوص المونودرامية، نذكر منها الوجه والمئة 1976، صالح ومسروح 1977، ضريبة العشق 1980، جنائزية العباس 1982، رحلة العطش 1984، عكاز الطريق 85، ساحة المنسي ومجنون 86، يفتحوا النوافذ 92، ذكروا الآداب 93، انشراف العشاق 94، عود الريح 96، عتق الروح 97،
كيتو آغا 2001، هاملت 2004، رمض أمجاد 2006، البطل الهادي بالميت، واش فهمتي 2009، كرسي الاعتراف 2011، القبو عرض 2013، تيكوك 2016، اش تسمك الله 2017. من الأفلام نذكر بوشعيب بوسعود 2008 في فيلم تلفازي، الطريق إلى طنجة 2012 فيلم تلفازي، غرام وانتقام 2015 فيلم سينمائي. ومن المسلسلات نذكر الصلاة 1998، عيون غائمة 2019. شكرا للأستاذ والممثل والمخرج المسرحي على هذا الزخم من العطاء الإبداعي والفني وله الكريم. شكرا على هذا التقديم. أنا كنتأمل الجمهور اللي جالس، كنحاول نجعل نفسي أنا مكان الجمهور، نطرح سؤال على هادو اللي جالسين في المنصة، من بعد ما غيخرج الجمهور ويمشي من القاعة، شنو الأثر؟ شنو هي النشوة؟ شنو هي الإضافة اللي غادي يمكن يكون خداها من خلال هاد الساعتين ديال هاد اللقاء؟ احنا مازال ما حددناش كنه ماذا يريد ممارس المسرح من الجمهور، وماذا يريد الجمهور من المسرح. فالناس مثلا الرياضة فيها أنواع، أنواع الجولف والتنس والسباحة والفروسية، إذن هي رياضة، ولكن رياضات ولكل رياضة جمهورها وممارسوها. الرقص عنده أنواع، الرقص الشرقي، الرقص الغربي، الرقص الجدبة، كل رقص. نقول كلمة رقص ماشي معناها أن رقص، ولكل رقص قواعده ونشوته وطقوسه. في الممارسة احنا في الفهم ديالنا المسرح كممارسين أو كمتلقين أو كنقاد ودارسين وصحفيين وغيرهم، لازم نطلق هذه الكلمة هكذا جزافا ونقول المسرح والجمهور. في الغرب الجمهور عنده 50 قاعة في المدينة، بالمقابل كيقطع ورقة 3 شهور قبل كيبقى يتسنى النوبة ديالو. ولكن هذاك الجمهور يعني ذاك الخمسين، كل مسرح يختلف عن المسرح الآخر، والجمهور كل جمهور كيمشي لنوع المسرح الذي يتوافق مع ثقافته، مع ذوقه، مع اهتماماته، مع نفسيته. فبالتالي ما كيكونش هناك مشكل مطروح عند الممارس أو عند الجمهور، كتكون هناك جسور تواصل بيناتهم كائنة حاصلة. حنا لا، كيقولوا يلا نمشيو للمسرح، كيدخلوا للمسرح، ها 70 سنة، ها 10 سنين، نشوف المسافة الزمن اللي بيناتهم. ها واحد عنده أعلى الشهادات، واحد جالس حداه ما كيعرفش يكتب سميتو، هذا الجمهور. واحد ملحد قاطع يده من يد الله، وواحد متزمت دينيا حريص على الفهم الدين بواحد الشكل منغلق إلى أقصى حد، جالسين شي حداش. كتصبح المسؤولية ديالك أنت كواحد عندك جماهير داخل قاعة واحدة، ما كاينش داك إذا كتصبح المسؤولية ديالك أنت كواحد باغي تكتب أو باغي دير الإخراج أو باغي تأثث الفضاء ديالك بشي مكونات ضوئية ولا موسيقية ولا لباس ولا اكسسوار ولا غيرها، كتولي عندك مشكل كبير. كيولي عندك السؤال الأساسي هو كيفاش غادي تقدر تسهر هاد الجماهير اللي هي داخل قاعة واحدة في وقت واحد، جعلهم يتجاوبون، يصفقون في وقت واحد، يضحكون في وقت واحد. إذا خصك هنا هذيك النظرية ديال أن خصك تشوف الجمهور، ألف الناس كيتحولوا عندك أنت فوق الخشبة إلى شخص واحد. هذه هي القاعدة اللي كنتبنى عليها التواصل في الفرجة في المونودراما على الأقل، أن يصبح الممثل أمام الجمهور عبارة على 30 أو 100 شخص فوق الخشبة هو واحد،
وان يصبح القاعه فيها غير الناس، لا كيوليو عندي انا شخص واحد جالس في القاعه، لا فرق ما بين هذا وهذا وهذا، وهذاك ديال اللور وين مشى احتفلت لك راس الخيط ديال التواصل مع الجمهور الى غير واحد. الفرط على منظومه التواصل اللي كتاسسها من الدهشه ديال الجوج دقائق الاولى دخولك الى القاعه فوق الخشبه كتصبح مشى كل شيء. لا نسبيه في نجاح العرض بالنسبه كيف كان في منها نصح. فمع الاسف مشكل مطروح بين من يكتبون ولا علاقة لهم بالإخراج ولا بالتشخيص، بين من يشخصون ولا يفهمون حرفا واحدا في النظريات وفي التأليف وغيره، ولا الذين يخرجون هو ما قادرش يكون ممثل وما قادرش يكون كاتب. بالنسبة لي أنا هذه المسألة، كنقول هو من الخطأ أساسا الفصل بين مكونات العرض المسرحي. خطأ من باب تقسيم الأعباء إيه، ولكن هذا الخطأ، هذه القاعدة، هذه القيود اللي بغاو يحولوها إلى قواعد، بالنسبة لي خطأ. فكل واحد تيحاول يتكي على الطرف الآخر اللي عنده قدرة على التمثيل وما كيفهمش في الإخراج كيقول أنا ماشي سوق، أنا مركز على الدور ديالي. اللي كيكتب وما قادرش يكون كيوصل داك النصوص اللي كيكتب الى الجمهور من خلال ذاته ومن خلال هو كممثل، كيقول انا المهم النص. اذا هنا كيتطرح واحد الارباك، ماشي تقسيم المهام، او كيولي العمال قال لك يديو يد مقابله يعني. فبحال الطبخ ما يمكنش تفصل ما بين المكونات اللي كتعطيك هذيك النكهه ديال واحد الطاجين يعني صوب من يعني كاين تصور شامل. انا اكتب مثلا، اكتب وكانني اخرج، واخرج وكانني امثل، وامثل وكانني اكتب. ويصعب علي ان يعني ان اقتنع بامكانيه الفصل بين هذه المكونات وهذه المهام. يعني حتى في وزاره الثقافه فرضوا علينا ملي جيت تقدم الملفات للدعم ما خصكش تجمع ما بين أكثر من جوج ديال التخصصات، إما التأليف والإخراج أو الإخراج والتشخيص. ما ديرش التأليف والإخراج والتشخيص والسينوغرافية، جوج المهام اللي عندك. سبعة المرات هنا في مكناس وفي تطوان، خصوصا في المهرجانات اللي كانت في مكناس هنا كانت رائعة، ومع الأسف ضيعنا هذا المكسب. شي خمسة المرات كاين ناس معايا في الملف كندير لك اسماء، كنعتلق مع شي واحد في القهوه كنقول له وقع عليها هاد الورقه، راه عندك واحد البلاغ ما كنقرا معايا نص ما كيدير حتى. المهم حتى النهار فاش كيرجع عيط له كنقول له هاك اخو داك المستحقه ديالك، ما عمرو قرا نص، غير درتو في السينوغرافيا ولا درتو في الاخراج ولا درتو في شي مهام هكذا. وفيهم اللي خدا جوائز هو عمرو ما هدر معايا حتى تدريب ولا جوائز في الاخراج يعني هنا في الكنيسة. قال لي شنو بدور خليت جائزة إخراج بس، ما قراش النص وما درناش تدريب واحد، ما درناش. إذا هنا كنكذبوا على راسنا، كنكذبوا على الوزارة، كنكذبوا على الجمهور. فالإشكال اللي مطروح هو أن المسرح ما تحطش النهار الأول في المكان اللائق به. المسرح عند الطبقة العالية الأرستقراطية راح لائقي. عند الملوك القدام في المغرب كانوا البساط كيجيبوهم لان ما كان لا تلفزيون لا سينما لا حتى حاجه، كيجيبوهم باش يضحكوهم. اذا هنا ما تحطش المسرح كيف هو في الغرب. جميع المؤسسات التعليميه كلها كتقرا المسرح من الروض حتى للجامعه، كل شيء ماده اساسيه تطبيقيه ونظريه. علاش؟ واش باغي الشعب الالماني كله يكون ممثل او مخرج او لا، لأنهم كيعرفوا شنو هي القيمة ديال المسرح. أبو الفنون كيجمع كل الأجناس الأدبية، كيجمع علم النفس وعلم السياسة وعلم الاجتماع، تعرف التاريخ، هو باش دير المسرح. ما يمكنش إلا ما كتعرف شنو هو التاريخ وشنو هو الفلسفة وشنو هو علم النفس وشنو علم الاجتماع وشنو هي القانون وشنو هي الهندسة. كنت سمعت كيقول لا البناء الدرامي، البناء الدرامي ديال المسرحية البناء
ايوا اذا ملي كندخلوا هذه كلمه البناء دراما كيسمحوا ملزمين يكون عندنا واحد الحد ادنى من المعرفه بالشغل الهندسه باش نكونوا كيفاش انا كنسال كيفاش الانسان كيتجرا يكتب نص مسرحي حوار مسرحي حوار مسرحي احيانا كياخذ لك يعني مسافه زمنيه لم نتعلم بعد كيف نكتب حوارا وجل كتابنا كلهم يكتبون نصوصا ادبيه قد تكون صالحه للقراءه لا علاقه لها بالخشبه ولا بالفرجه المسرحيه لهذا انا بديت كممثل تطورت على الاخراج في مرحله وبديت كنقول مع راسي علاش كنقيل كنتلحن كنخرج من خزانه القروي مصفارين كنقرا كاع كله ديال القرايه كلها باش نجعل من نفسي واحد الماده قابله لانها تسي نهار حتى هي وبديت لكن ملي دخلت الكتابه بالقواعد ديالها الصحيحه اولا في المهرجانات كانوا كيقولوا الزروالين تنحذروا فيه الخطابه ما ارتحيت حتى وليت في المهرجانات الوطنيه كناخذوا جائزه السينوغرافيه وجائزه الاخراج وجائزه التشخيص وسامحه ايوب اخر مهرجان كانت هنا رئيسه اللجنه سامحه ايوب قالت للجنه يجب ان نعطي كل جوائز المهرجان لعبد الحق الزروالي انتهى الكلام ما كنهضرش على راسي راني ما كنهضرش على راسي الاخوان والله ما كنهضر على راسي كنهضر على كيفاش لا كيفاش اننا نتعلموا نحترموا هذا الميدان كممارسين بعدا ما يكونش المسرح في هذه البلاد شغل من لا شغل لا راه هذه الكارثه الكبرى يعني تفردك الشغل ولا كل واحد هذيك المجوج اجي نمشي ندير له مسرح اجي نمشي ندير مسرح ما كنقصوا حد حتى انا كنت قلتها في شي مره في شي مقابله قلت كنت باغي نكون ملاكم في الصغر ديالي ايه وكانت عندي رغبه انني نتلاقى مع محمد علي كلاي ونغلبوا بالضربه القاضيه في الروند الاول تمام سلام ولكن واحد النهار شفت راسي في المرايا ندير هكا يا وليدي ملاكي وسير تنبك وليدي سير سير محمد علي لا غير شاف فيك هكذا ولا ورجو مشيتي فيها من 10 متر اذا انا ما خلقتش لواحد الحاجه كاين مجالات ما كيقدروش يطولوا الناس يتسيبوا يتلاحوا لها بحال الملاكمه مثلا الموسيقى ما كيقدروش يطولوا عليها لان ما عندكش فين تهرب ها الاله وريني حمزي يديك كرة القدم نفس الشيء عندنا 3 مليون كيلعبوا كرة القدم في المغرب مازالين كنقلبوا على 11 اللي نتعناو بهم بالمعقول 3 مليون في المغرب كيلعبوا كرة القدم إذا ماشي قضية كم ولا عندنا دابا 400 جمعية للمسرح في المغرب اللي كتقدم 100 طلب الدعم 400 وثانيا هذه القضية ديال المجانية هي الدولة دارتها مقصودة في الأول باش هذا المسرح عمرو ما يكون واقف على رجليه دائما خصو يكون متكي على شي حاجه تيعطيونا الدعم لا حتى شي حد يدور معنا لا ما باش الدعم في مصر مصر بلد ماشي الفقر بلد البؤس البؤس الشعب المصري راه 100 مليون شي 5 مليون ولا 10 هما اللي مزيانين بخير شي الاخر ما يمكن لكمش تصوروا الدرجه ديال الفقر والحاجه اللي عندهم ولكن كيعاود لي قصه من سي بلهيسي تحيه لسي بلهيسي اللي مشى جالس معنا المخرج الكبير المغربي ديالنا السي بلهيسا والاستاذ سي محمد الخراز شكرا على حضورك انت غير اداري علاش كتصدع راسك من امامي فنان كبير صديق فنانه ورجل كلمه ورجل كتابه سنمجدك شوف ما تقول سلام خلاص المهم قسامي طالب كيقرا في المعهد ديال المسرح في القاهره قال لك حنا بخير المنحه ديال الطالب مزيانه في القاهره عندنا واحد السيده مرا كبيره كتشتغل عندهم هما 4 الطلبه اش كايرين فيلا داكشي قال لك واحد النهار صبنا جلسه طاير ولا في الكوزينه قلنا لها مالك شريف كتجي مع 9 وكتمشي مع 2 النهار كتصبر لهم وطيب داكشي قالت لهم وليداتي الا سمحتي دابا هذا وسط الشهر الى جاء على خاطركم سبقوا لي شي جزء من الاجره الشهريه اللي كتعطيوني راني محتاجها
يعني كما احنا هذاك ولا وحده ولا اش غنديروا حتى راه الشهر كنعطيهم البروجرام ديالك ما تصدعيناش يعني عززت عليهم جات انا مشيت سقسيتها لا الشريك هيك لاباس هيك ماشي مش حد مريض ولا شي مشكل عائلي ولا شي هذا قال لك هكذا تصور لا مره كبيره خدامه الدار وكلشي شنو المشكل اللي عندك نقدروا نعاونوك قلت له وليداتي ما عندي حتى مشكل غير واحد المسرحية جديدة غتكون نهار الخميس في المسرح ديال الحومة ديالنا وبغيت نشوفها وما عنديش باش نقطع التذكرة. هنا أعلى الطبقات في المغرب كتعطيه الدعوة كيقول لك إيه واخا دابا نشوف واش نجي. إذا ما عندناش الاحتياج إلى المسرح. ما كاينش العرض والطلب لأننا ما دركناش قيمة المسرح. فهمونا المسرح النهار الأول هو أنه شي حاجة ديال اللهو التسلية الوقت الثالث تهريج الحلقة بالمفهوم ديالها الساقطة أما الحلقة بالمفهوم ديالها الحقيقي راه الارتقاء هذا ربما الوقت ما كيسمحش أننا نتعمق أكثر غير واحد ثلاثة الأبيات كنبدا بهم العرض ديال نشوة البوح يقول فيها مولاي سيدي عبد الحق الزروالي الذي هو أنا هاد الليلة نبوح ونفصح ونعيد الماضي صراحة وخا مكوي ومقصح وديع وما ندير قباح باغي نرقص باغي نمرح ما حد الفرصة متاحة هاد الدنيا كلها مسرح ومرايته لمعة فضاحة شكرا لكم شكرا للفنان الكبير الاستاذ عبد الحق الزغواني الذي طرح مجموعه من الاسئله المقلقه في مداخلته ماذا يريد الممارس المسرح وماذا يريد جمهور المسرح كيف يمكن للجمهور ان يصبح شخصا واحدا في العرض المسرحي المشكل في من يكتبون المسرح ابو الفنون يجمع كل الاجناس الادبيه كيف للإنسان أن يتجرأ ويكتب نصاً مسرحياً وكيف يمكن أن نحترم العمل المسرحي وتطرق للجالية في المسرح من منظور الدعم المسرحي الذي تقدمه وزارة الثقافة إذن شكراً للأستاذ عبد الحق الزروالي على هذه المداخلة القيمة ننتقل لمداخلة أخرى الناقد المسرحي الأستاذ الدكتور حسين الشعبي فهو كاتب مسرحي وناقد مغربي من العيار الثقيل له عدة كتابات مسرحية كمبدع ومثقف وكاتب يكتب فيما هو يومي في الحياة الاجتماعية في السلوك في المشترك فينا يرفض النمطية والمسرح السائد والتهريج المسرحي ينظر لليوم في المسرح من زاوية المعنى أي أن المسرح الذي لا يتجه للمعنى لا يعتبر مسرح يطرح بسؤال الكتابة في المسرح لمن نريد أن نكتب ألف كتابا جديدا بعنوان فواتح العفان الذي وقعه في المهرجان الدولي للمسرح الكتابة المسرحية في رأيه يجب أن تكون حاملة للمعنى وبالمفرد الذي قدمه حمالة للمعنى وأن المسرح يجب أن يلتزم بقضايا الناس وتقريب النص المسرحي من الناس الأستاذ والناقد المسرحي الأستاذ الدكتور الحسين الشعبي شارك في العديد من المهرجانات المسرحية والوطنية والعربية وكرم في العديد منها فله الكلمة شكرا سي سرغيني على الكلمه الطيبه الواقع من الصعب جدا ان الواحد ياخذ الكلمه بعد العالي في الله مولانا مولاي عبد الحق الزروالي لان بكل صدق بدون مجامله عبد الحق الزروالي تحدث حول موضوع هذه الندوه من خلال تجربه حقيقيه من خلال معاينة ومعايشة حقيقية لعلاقته بالجمهور وهو الفرد بصيغة الجمع. قبل أن أجوب بتدوين في هذا الموضوع لابد أن أحييكم أولا وأعبر عن دهشتي لحضوركم. أنا أعرف هذا
مارست هذا الجو ديال الندوات والجلسات المغرب كله، ما كاينش مدينة في المغرب كيحضر لها بندوة ثقافية وفكرية للجمهور الدقة، ما كايناش. في قلب العاصمة، بحق يشرح بذلك، في قلب العاصمة ووسط وزارة الثقافة نفسها، كيجيك ندوة أو محاضرة أو أستاذ من عيار ثقيل، كيجي واحد النفر قليل جدا اللي كيشوف. هذه المسألة كاينة غير في كناس، هذه ماشي مجاملة. ديال الأسبوع كنا في كناس مع السي مسلم الضعيف الملتقى ديال الكتابة المسرحية، وماشي هنا، كاين في الدار النوني، كانت القاعة عامرة بالشعراء والمثقفين والجمهور، الناس تناقشوا معنا وتفاعلنا وتفاعلوا. مدينة مكناس مدينة ثقافية بامتياز، مدينة محبة للثقافة. من هنا أعرج على توجيه التحية خاصة وشكر وتقدير للأستاذ الأديب والمثقف السي خراز على تفضله بدعوتنا واشراكنا معه في هذا المعرض الجهوي. وفي الواقع ما بانش انه معرض جهوي، هذا معرض وطني في دور النشر الوطنيه. هو جهوي لكن محصور في مكناس وباس، ولكن فيه دور نشر عند صيت عالمي وعربي، فهو حقيقه معرض وطني ماشي جهوي. وخصو يكون زاد غير واحد الشابيتو بحال هذا غادي يولي معرض دولي. فهنيئا لكم، برافو عليكم، هنيئا لكم بكل صدق. بالنسبة إلى مداخلتي في هذا الموضوع سأقتصر حتى لا أكرر ما سبقني إليه الأساتذة، بعد أن نمسح عليك واحد المسألة أستاذ صغيري. أنا ماشي دكتور، ماشي دكتور، ماشي باحث، أنا ممارس ومبدع يعني فنان مور. ما عنديش دكتوراه، ماشي دكتور، وعمري سعيد ناخذ الدكتوراه. تقول لي عمري سعيد ناخذها، كتقول لي ان شاء الله تاخذها، ما بغيتش ناخذ. ما انا هذا ماشي تبخيس الدكتوراه، فقط انا ماشي دكتور، تسبلوا، يجب تصحيح الامور. هذا الموضوع المسرح بين العرض والتلقي هو موضوع يرتبط بمجالين اساسيين. مجال قراءة العرض المسرحي ومجال سيكولوجية الجمهور. بينما التلقي هو بين ملقي ومتلقي، مرسل ومتلقي. هاد قد يتبادر إلى الدين، وسبق إلى ذلك الشيء بحق الزروري ببلاغة، قد يتبادر إلى الدين أن الجمهور هو واحد كل منسجم، هو جسد واحد. والواقع أن الجمهور هو جماهير، هذا واحد. وقد يتبادر إلى الدين أيضا أن العرض المسرحي هو عرض ثابت، والواقع أنه عرض ميت. المسرح فن زائل، أي فيما معنى أن لما كتجي تشوف مسرحية اليوم فوق الخشبة، نعم عابر ميت، تمشي ثابت تمشي. هذا ما كيمنعش انه تيكون خالد وتيكون موثق، فقط من ناحيه التلقي، من حيث التلقي، من حيث التلقي. لما كتشوف مسرحيه اليوم وغدا كتجي تشوف نفس المسرحيه، ما غاديش تلقاها كما تلقيتيها البارح، وهذوك الممثلين اللي مثلوها ما يمثلوهاش كما مثلوها البارح. لابد من بعض الدينيوس، لابد من بعض شي اشياء اللي فيها بعض الاختلافات. هذا فهو عرض زائد. اقول ايضا بان العرض نفسه هو فيه التعدد باعتبار مكوناته المتعدده، والجمهور ايضا متعدد باعتبار شرائحه الاجتماعيه ومستويات ادراك لدى الجمهور، وحتى الفئات العمريه لهذا الجمهور. لذا هل وانا بكل صراحه ساتحول من موضوع جمالي وفكري الى موضوع سوسيو ثقافي، هو واش عندنا جمهور ولا ما عندناش جمهور؟ هذا السؤال يؤرقني شخصيا. علاش؟ الجمهور الذي ليست له تقاليد المشاهدة، كيف يمكن أن نسميها جمهورا؟ نطرح السؤال، لماذا هذا الجمهور ليست له تقاليد المشاهدة؟ في أوروبا كما تفضل الإخوة قبل مني، هناك عادة اجتماعية داخل الأسرة أن يبرمجوا حياتهم للذهاب لمشاهدة السينما أو عرض مسرحي أو عرض موسيقي
او شيء من هذا القبيل. على كل حال الفرجه الفنيه مبرمجه بالعاده الاسريه كل ويكند او مره في الشهر او على كل حسب امكانيات، والاسره توفر من ماكلها ومن مشربها ومن حاجياتها اليوميه توفر القدر المالي الذي ستشتري به التذكره. فما بالك اذا كانت اسره مكونه من اب وام وابناء والى غيره. هذه الثقافه التي من خلالها تمكن الجمهور الاوروبي من خلق تقاليد، هل نحن نتوفر عليها؟ طبعا لا بد ان نجيب لا، هذا ليس تبخيسا للجمهور المغربي، هذا فقط واقع حال. ولكن نطرح السؤال لماذا؟ كيف يمكننا ان نربي شعبنا على ارتياد المسارح وفضاءات الفرجه وهذه الفضاءات ما كايناش؟ لا يمكن، من الستينات الى الان يظهر بدينا شي شويه كنشوفوا بعض القاعات المسرح المنوني بالنسبه حديث عن، وكل ما تشاهدونه اليوم من جيل جديد من المسارح كلها حديث عن، يلا غادي يبدا الجمهور في شويه تبقى يشوف العروض، وهذا الشيء خصو قرون، خصو مئات السنين. لذا خذوا مثلا الجمهور الرياضي في ايام الاحاد او ايام اللي كتكون البطوله ولا غير ذلك، الجمهور يتقاتل على الملاعب وكيمشي للشباك تيقطع تذكره ما يخرجش على الهول. لماذا؟ كان هناك الهوس والحب للكره صحيح، ولكن لان هناك ملعب، هناك بنيه، هناك انستركتور كاينه اسمها الملعب وفيها الكيشي ودار الباب ودار المدرج وفيها الامن غادي يمشيو الناس يتفرجوا لنا كيف يتفرجوا. نفس الشيء السينما، لما كانت قاعه السينما الناس كيمشيو للسينما، حنا ما كانش قاعه المسرح، كيفاش بدي الناس يتربوا على الترقي؟ اذا ما ورثه الجمهور المغربي في التلقي هو ما كسبه في تلقيه لفنون تعبر القاعده هنا وتقول لنا الجمهور. اذا القياس اولا هو هذا، هو التقاليد ديال شراء الفرجه ماشي بالمجان، وكل شيء غير 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 مؤدعا سيكون بخسا، ما تيمكنش نهائيا الثقافه اللي ربينا في الشعب ديالنا ديال دخول الجمهور فابور المسرح، يعني والله الا كنا بعد شكون هذا الشيء لان الجمهور كيمشي للسينما تيخلص التذكره، السينما يعني بحال بحال المسرح حتى هي فيها قاعه فيها باب فيها كل شيء تيخلص، علاش يخلص المسرح؟ الجمهور اللي ما كيبغي يسمع شي موسيقى تيمشي يشري دي في دي ولا سي دي ولا كيشري، ملي كيبغي يشري اللحم كيمشي عندك الزر كيشري اللحم، تيقولش لي هذا الجمهور تاني يلحم بابو، ما يمكنش. هاد الثقافه ديال ان الفرجه تساوي ما تساوي ما عندناش، وبالتالي صعيب على الاقل الان هذا مقاييس تحديد الجمهور والترقي، صعيب تحدد هذا الجمهور هذا شكون هو؟ كاين الجمهور اللي كيخلص كاين الجمهور اللي ما تيخلصش. هل أقيمت أو أنجزت بعض الدراسات اللي عندها مرتبطة بسيكولوجيا الجمهور وبعلاقة الجمهور؟ كنا بواحد الوقت في السبعينات بعد فرق مسرحية كانت دائما تهيئ استمارات فيها أسئلة توزعها على الجمهور أو على فئة أو عينة من الجمهور، وهذاك الجمهور مطالب بتعبئة تلك الورقة إلى أسئلة معينة وإرجاعها إلى الفرقة المسرحية كلما تلاه ذلك. هذيك الغارة قبل ما كتجي من هذا العرض ديال مكناس وعرض ديال باس وعرض ديال الحاجب وعرض ديال هذا الدين، نجمعوا هذاك الشيء كامل وكنقراوه وكنخرجوا منه بعد عناصر تيمكن لنا ندرسه فعلا واحد الجانب ماشي 100%، واحد الجانب من علاقة الجمهور بهذا المسرح هذيك كامل. هذا الشيء ما داش، هذا مجال ديال البحث العلمي ماشي مجال ديال الفرق المسرحية، ماشي مجال ديال الجامعة ديال الفرق الأكاديمية هي اللي خصها تواكب العروض المسرحية وتدرس حالة الجمهور المسرحي ديالنا حنا. طيب والحالة هذه كيف يمكن أن نعتبر أن الجمهور ديالنا يتفرج؟ كيف نعتبره يقرأ؟ لأن هذا مثلا نقولوا القراءة قراءة كتاب، هو كتاب مكتوب باللغة، إذا كتقرا لغة، نفس الشيء واحد المسرحية كتفرج فيها
تقرأها قراءتك لتلك اللغة التي تخاطبك. وهنا الجمهور يختلف، ماشي قضية الأذواق، قضية مدى تملك الجمهور وتمثله لأدوات القراءة. هناك من يقول لك المسرحية واعرة، لأن الموضوع ديالها واعر، قاسم الموضوع ديالها قاسم. هذه القراءة الوحيدة اللي عنده، هو المضمون، هو النص، هو اللي يسمع، ماشي داكشي اللي شاف. تنقولوا غنمشي نتفرج واحد المسرحية، ماشي غنمشي نسمع واحد المسرحية. صحيح؟ هذه القراءة هناك جمهور ذكي يعرف كيف يقرأ عروض مسرحية، جمهور ذكي، جمهور متعلم، جمهور فيه نقاد، فيه فنانين، فيه جامعيين، فيه ناس لهم دراية على كل حال بالتواصل إلى غير ذلك. ولكن هناك أيضا جمهور بسيط الذي لا يدرك هذه الأدوات، ولكنه يقرأها من خلال ما يشهده بدون وعي، ويتراكم في خلفيته تلك القراءة بدون وعي، ولا يستطيع أن يحددها ولا أن يركبها، فهو فقط يتذكرها وتساعده في مخيمته وفي تسميها الخلفية الدينية ديالو، باش يفهم بعض الأشياء. لذا اللغة المسرحية التي تخاطبني ليس فقط الكلمة المنطوقة، ليس فقط النص والحوار، فيخاطبني العرض في كامل مكوناته من خلال ما هو مكون منه. نذكر مثلا الديكور اللي محطوط بالخشبة راه كيتكلم معايا، وانا خصني نقرا اش يقصد الديكور. هل هو ديكور واقعي يعني يترجم الفضاء ديال المسرحية، أم أنه ديكور رمزي يخدم معنى آخر من معاني المسرحية إلى غير ذلك؟ إذا ذاك الديكور يخاطبني، هل هو ديكور متحرك أو ديكور ثابت؟ أحجامه، أشكاله، ألوانه، هذه كلها لغات كاينة في العرض المسرحي قبل أن ينطق الممثل بحرف واحد. كذلك الملابس، الملابس ديال المسرحية أيضا لغة حقيقية، والإنارة والحركة للممثل. هناك عروض بدون نص، كلها عروض كوريغرافية وحركية وراقصة وتفيد معنى ما وتفيد خطابات ما. إذا هذه اللغات كاملة، واش الجمهور ديالنا يقرأ العروض بهذه؟ طبعا كاين الجمهور الذكي تكون ما كنهضرش عليه، كنهضر على الجمهور الواسع. لا يمكن للجمهور الواسع أن يتعلم هذه القواعد إذا لم يراكم المشاهدة، ولا يمكن له أن يراكم المشاهدة إذا ما كاينش فضاء المشاهدة. وحتى لك فضاء المشاهدة خصك برمجة المشاهدة، الدخول في الحياة اليومية الاجتماعية للمواطن. إذا ما نهضروش على علاقة الترقي مع الجمهور في ظل غياب الإرادة ديال الشيخ والتذكرة، غياب فضاء مسرحي اللي عنده برنامج، في غياب ثقافة مسرحية. الجمهور بنفسه من خلال كلمة الجمهور، لاحظوا بأن الجمهور هو كلمة مفردة ولكنها بصيغة الجمع. يمكنش تقول الجمهور واحد، أنا جمهور، أنا من الجمهور وأنت من الجمهور، ما كاينش جمهور وجمهوران يمثل الجماهير أربعة. هذه كلمة الجماهير ماشي جمع ديال الجمهور، عاش الناس اللغة خاصهم يبحثوا في هذا الموضوع بالاشتقاق ديالو. الجماهير تعتبر شي حاجه اخرى عندنا حنا، الجماهير الشعبيه، قضايا النضالات الشعبيه وكذا. الجماهير بصح تنقولوا هذا موضوع يتعلق بالقوت اليومي للجماهير الشعبيه، هذا العمل جماهيري. جماهيري مثلا يعني في حموله اجتماعيه ايديولوجيه غدا، ولكن الجمهور الفني هو جمهور واحد ومتعدد، ماشي فقط غير بالاذواق، ايضا بالمستويات الادراك والفئات العمريه كما قلت، والسيكولوجيا الى غير ذلك. لا بد من دراسه لهذا الجمهور. اذا في جميع الحالات، حتى لا اكون متطرفا في هذا الموضوع، تلقي حاضر، تلقي ملزم ماشي حاضر. طالما ان هناك فئه اسمها جمهور راجع الدنيا، وفئه اسمها عرض مرسل يعني فنان فردي او جماعي،
عنصر التلقي حاضر وملزم بقوة. كيف هي درجاته ومستوياته؟ هذه تتطلب الدراسة، ويتطلب دراسة ميدانية ليس نظرية. الناس كتبوا في هذا الموضوع من أني بالسرد ديغلو تياتر إلى محمد بهجاجي في قراءة العالم المسرحي، وبعده هو وبينه هو وقبله هو. يعني هناك حديث كثير في هذا الموضوع، هذا ماشي موضوع جديد. اشتغل عليه الناس، واشتغل عليه الدارسون والباحثون والجمهور والمخرجون بالخصوص، اشتغلوا على هذا الموضوع. لذا أنا أعتقد بأن دراسة علاقة تلقي، واش هي علاقة؟ علاقة ودية ومصالحة، أو علاقة مخاصمة، أو علاقة تباعد، أو علاقة تقارب، هذا يحتاج إلى جستيفين، كل جستيفين، كل بروفي، باش بالتحليل وبالدراسة وبالإحصائيات. أما نتحدث هكذا بشكل هلامي على علاقتي بالجمهور، يعني قلت لكم مثلا خذوا غير مقياس واحد، وانتم يمكن لكم تبحثوا على مقاييس اخرى. واش هذاك الجمهور اش غيتخلص؟ فقط واحد ممثل ويتعاقد مع واحد المنتج، ممثل كبير نجم ويتعاقد مع واحد المنتج في اطار هذا الشيء الدعم المسرحي اللي هو دعم بائس، وذاك الدعم البائس ما كيسمحش لك تخدم نجوم اللي غاليه في الثمينه. هذا واحد المنتج جاب واحد النجم وقال له تخدم معنا واحد المسرحيه وهذا وكذا، عنده اعطى واحد القدر معين باش يتفقوا بالعقد الكونترا. قال له لا ما يمكنش يخدموا هذا الشيء. نجم ولا نجيب لك جمهور؟ واش هذا الشيء هذا؟ انا غنجيب لك جمهور اخرين ولا بدا. المنتج قال له مرحبا غنديروا عقد فيه ما فيهش الثمن، فيه 50% اللي دخلت ياخذها. لا انا كنتحداك كل جمهور يجي عليك انت. هذا مقياس من المقاييس، ولكن كاين اللي يجيه الجمهور بصح قطع التذكرة أكثر من الفنان عبد المالح في مصر عند الخميس. هذا كيفاش يدير في الخميس؟ من باب حتى عند أوتيل الرباط 500 متر ولا 6 كيلومتر ولا كيلومتر، والزحام كاين اللي يقطعوا الناس التذكرة، ويتضر الفنان أو من وراءه أو من المنتجين إلى إعادة العرض ساعة بعد، ساعة بعد انتهاء العرض. واحيانا يعيدون العرض في الغد. هذا الشيء كان عند مسرح الحي، كان عند الجم الى اليوم. اياكم ان تفهموا ان هذا هو المقياس الوحيد، لا، هذا جانب من علاقتنا بالجمهور. اذا كيجي عندي الجمهور تيخلص راه معناه انه غني، اذا خصنا اش نعطيه؟ دابا لا غنجي اش نعطيه؟ وهذا اذا مقياس ثاني. لما تحدث هذا الناس تبغيني على المعنى، انا بالفعل ادعو الى مسرح حمال للمعنى، ماشي مسرح الاسباب والابتداء. يعني مهما بلغ المسرح من اسباب وابتداء، ومهما بلغ من تحويله للمعاني ومن قيم، الجمهور حاضر، والجمهور يستهلك هذا ويستهلك هذا، ولك انت كيف توجه هذا الجمهور فقط. اذا اختصار شديد، هذا هو الدلوي في هذا الموضوع، واشكركم على حسن انتباهكم. شكرا للاستاذ الحسين الشعبي الذي في البدايه عبر عن دهشته لهذا الحضور الوازن للندوه الثقافيه، ويعتبر ان مكناس مدينه ثقافيه بامتياز، ودخلته كانت في موضوع مجال العرض المسرحي ومجال سيكولوجية الجمهور، وقد طرح عدة أسئلة من قبيل العرض المسرحي عرض ثابت والواقع أنه ميت في نظره، والعرض نفسه فيه تعدد والجمهور متعدد، هل لدينا جمهور؟ الجمهور الذي ليس له تقاليد مشاهدة ليس جمهورا، كيف يمكنه أن نربي شعبنا على التوجه للمسارح؟ كيف يمكنه أن نربي التلقي وليس لدينا مسارح؟ هل هناك دراسات تتعلق بسيكولوجية الجمهور؟ شكرا للأستاذ الحسين الشعبي على هذه المداخلة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.